السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي سنة رابعة ابتدائي. هنكمل مع بعض الدرس الثاني في الوحدة الأولى في منهجنا Time for English. نشوف مع بعض، هناخد Unit 1 Lesson 2 الوحدة بعنوان At the Pet Shop. At the Pet Shop يعني في محل الحيوانات الأليفة. أخدنا المرة اللي فاتت الدرس الأول، كانت المحادثة وقلت اقروها كويس قوي علشان بيجي فيها أسئلة. تعالوا نشوف الكلمات بتاعتنا النهاردة الجديدة عندي، هنقراها مع بعض. سحلية ليزارد، ليزارد، سحلية ليزارد، ليزارد، ليزارد. عندي قطة صغيرة كيتين، 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 كيتين. أما قطة كبيرة اللي هي كات. كلب صغير بابي، 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 ما اسموش بوبي، لا بابي، بابي. أرنب رابت، رابت، رابت. ببغاء اللي هو البغبغان باروت، باروت، باروت. طائر الكناري اللي هو عصفور الكناريا كناري، كناري، كناري. سمكة فيش، فيش، سمكة فيش، فيش. سلحفاة تيرتل، تيرتل، تيرتل. هقراهم بسرعة، سحلية ليزارد، ليزارد، قطة صغيرة كيتين، كيتين، كلب صغير بابي، بابي، أرنب رابت، رابت، ببغاء باروت، باروت، طائر الكناري كناري، كناري، سمكة فيش، فيش، سلحفاة تيرتل، تيرتل. نشوف اللي بعدين. أهم حاجة في وحدتنا القاعدة. القاعدة بتتكلم عن كلمة want. want يعني يريد، بمعنى بكلامنا عايز. مثلا أنا أقول أنا عايزة سمكة، أنا عايزة كناري، أنا عايزة مثلا بابي، أنا عايزة كيتن. فهقول هنا I و you و we و they بياخدوا want. الجمع عامة بياخد want، يريد، بدون أي إضافات. لو تاخدوا بالكم ما فيهاش أي حاجة في آخرها، want بس بمعنى يريد. لكن he و she و it ياخدوا wants. يعني he، هو، يعني she، هي. it هنا لغير العاقل. يبقى الجمع يا جماعة ومعاهم I و you. هتقولي ما I مفرد يعني أنا، ويو مفرد يعني أنت. أقول لك آه مفرد بس يعاملوا معاملة الجمع، بيعاملوا معاملة الجمع. يعني أنا عايز I want، أنت تريد you want، نحن نريد we want، هم يريدون they want. طب أنا عايز سمكة، أقول I want a fish، أنت تريد مثلا أرنب، يبقى you want a rabbit، نحن نريد مثلا كناري، يبقى we want a canary. لكن he أو she أو it بياخدوا s في wants. يعني عايزين نقول مثلا نشبهها بإيه؟ بإن he و she و it صغيرين، بنضطر نحط s في آخر الفعل. يبقى هو يريد يعني he wants، هي تريد she wants، الغير العاقل يريد it wants. طيب عايزين أقول أنا مش عايزة أو لا أريد، نحن لا نريد، أنت لا تريد، هم لا يريدون. لا هنا بمعنى don't و doesn't. عندي كلمتين don't و doesn't، ولاحظوا بعضهم كلمة want، want مش wants. هتقولي طب المفرد، أقولك ما الاس أهي في doesn't، الاس موجودة في doesn't، ما يبقاش اتنين اس ورا بعض. تدخل doesn't نشيل الاس على طول، ما يتفقوش. يعني doesn't ما فيش اس بعدها على طول، بيبقى بعدها الفعل ما فيهوش اي اضافات. يعني مثلا انا لا اريد اسمها I don't want، انت لا تريد you don't want، نحن لا نريد we don't want، هم لا يريدون they don't want. طب المفرد ياخد doesn't، ياخد doesn't، يبقى he وشي وات واي اسم مفرد، زي مثلا احمد، زي سما، زي اي اسم مفرد ولد او بنت، يبقى ياخد doesn't، doesn't want. تعالوا نشوف الامثله مع بعض. نمبر 1
I want a puppy. طبعا I هنا أي نعم مفرد ستعامل معاملة الجمع، ما بتاخدش wants، يبقى أقول I want a puppy. طب عايزة أقول أنا مش عايزة، يبقى I don't want a kitten، أنا لا أريد kitten. طيب he wants a parrot. he أهي أخدت S في آخر الفعل، مش هحط الهي نفسها، لا الفعل اللي بعدها اللي هو want، يبقى wants. he doesn't want a rabbit، يعني هو لا يريد rabbit. شوف 3. we want a kitten. we اهي جمع ما اخدتش اس، اخدت want على طول. طيب we don't want a puppy، نحن لا نريد puppy. number 4. they want a rabbit. they اهي جمع ما اخدتش اس، they don't want. معنى كلامنا اللي ياخد want ياخد don't معاها، يبقى اللي ياخد want ياخد don't. يلا نحفظها كده، اللي ياخد don't want ياخد don't، يعني اللي ياخد wants ياخد doesn't فيها s، يبقى if doesn't فيها s او wants ياخد s. he wants a lizard. he doesn't want a turtle. اهي he اخدت s، عند النفي بتاخد doesn't اللي فيها s. طب تعالوا نحل على الكلام اللي قلناه ده، اختيارات اهي. choose the correct answer from A, B or C. عندي احمد، احمد اسم مفرد، احنا قلنا المفرد بيحتاج اس في الفعل، يبقى احمد wants ولا want ولا play a fish. طبعا هنا يا want يا wants، احمد مفرد يبقى تاخد wants. number 2. I want a kitten. I want a kitten. I want a turtle. طبعا هنا يا don't يا doesn't، مفيش غيرهم. طب I تعامل معاملة الجمع، احنا قلنا اللي ياخد want يبقى ياخد don't، يبقى I don't want. number 3. they want a puppy. they want a puppy. يبقى don't want a bird. مين اللي ياخد don't؟ يا ترى هي ولا they ولا she؟ طبعا they، علشان هي وشي زي بعض بياخدوا doesn't. number 4. مروة wants turtle. طبعا turtle هنا بتاخد a turtle، اي حاجة مفردة بتاخد a او an، بس هنا turtle عشان بدأ بحرف ساكن فتاخد a، دي هتتشرح بعدين. عندي هنا السؤال ده جديد علينا، في اربع كلمات، في منهم كلمة غريبة شوية عن الباقيين، هي دي اللي هنحط حواليها دايرة. يعني نشوف اول واحدة، بيقول لي parrot fish bird كناري. طبعا المفروض ان احنا حفظنا الكلمات parrot يعني ببغاء، fish سمكة، bird طائر، كناري اللي هو عصفور الكناريا. طبعا في ثلاثة عند طيور بيطيروا، اما واحدة مش بتطير اللي هي كلمة fish، المفروض حط دايرة على fish. عندي number 2. cat kitten dog car. cat يعني قطة، kitten قطة صغيرة اللي هي لسه المولودة الصغيرة، dog اللي هو الكلب، كار عربية. طبعا بنت خالص، المختلف عنهم عربية كار، علشان الباقيين حيوانات. السؤال ده بالذات مش هنعرف نحله إلا لما نكون حافظين الكلمات. want lizard like eat. want يعني يريد، lizard سحلية، like يحب، eat يأكل. طبعا المختلف عنهم lizard سحلية، علشان الباقيين أفعال. number 4. egg cereal bread puppy. طبعا egg بيضة، cereal اللي هي حبوب الغذاء، حبوب للأكل يعني بتتاكل، bread اللي هو الخبز، puppy اللي هو كلب صغير. طبعا في ثلاثة أكل وواحد مش بيتاكل اللي هو puppy. شوف السؤال اللي بعده، نفس الحكاية برضو، بندرب على السؤال ده تاني علشان هو سؤال جديد علينا. عندي هنا parrot يعني بغبغان، بس اتوبيس، بيرد طائر، كناري اللي هو طائر الكناريا. هنا المختلفة فيهم اللي هي بس. طبعا عندي نمبر 2. كات كيتن دوغ كار، نفس اللي حليناه برضو، كلمة كار هي المختلفة، اما الباقي ده حيوانات. عندي هنا want lizard like eat، برضو ليزارد. نمبر 4. بيتزا تشيز بريد بابي، هو السؤال اتكرر تاني معلش.
pizza, cheese, bread, puppy. بيتزا اللي هي بيتزا، تشيز جبنة، بريد عيش، بابي اللي هو الكلب الصغير. طبعا هنا المختلف عنهم اللي هي بابي علشان ده مش أكل. اللي بعده على القاعدة اللي احنا أخدناها I a kitten. طبعا I قلنا تعامل معاملة الجمع، يعني مش محتاجة اس. يا ترى I want ولا I want this ولا I doesn't want. احنا قلنا اللي بياخد want ياخد don't، يبقى doesn't مش تبعي، يبقى هنا I want. number two he a turtle. he بتاخد ايه؟ عندي الاولى هنا want، التانية he a turtle. he ايه؟ he wants ولا want ولا don't want. احنا قلنا he و she و it واي اسم مفرد بيحتاجوا اس في الفعل بعدهم، يبقى he wants. 3 they want a lizard. they جمع طبعا، تاخد doesn't اللي فيها اس، لا طبعا aren't مش تبعنا، مش بيجي بعدها الفعل في المصدر. عندي هنا don't يبقى هتاخد don't. number 4 wants a cat. مين اللي wants؟ مين اللي بياخد الفعل في اس؟ يا ترى she ولا they ولا you؟ طبعا المفرد اللي هي she. بعد كده نشوف نوعية تاني من الأسئلة، وده آخر حاجة في درسنا. Look and answer the questions. السؤال ده برضو جديد علينا والأول مرة بنشوفه، بيجيب لي صورة ويسألني عليها سؤال. السؤال ده لازم أجاوبه على الصورة، هنا هو ماليش دعوة بإجاباتي أنا، على الصورة، بناء على الصورة. يعني هنا What are they؟ ما هؤلاء؟ دول إيه؟ دول طبعا puppy. بابي جمعها بابيز، بنقلب الواي لاي ونضيف اي اس، يبقى هبدأ له بفعل الجملة اللي هو عندي they، يبقى هنا اقول له they are puppies. اهي they are puppies، وطبعا هنا علشان اجمع بابي قلبنا الواي لاي وضفنا اي اس، ما ننساش نبدأ كابيتال ونحط نقطة في اخر الجملة. is that your bird؟ Is that your bird؟ هل الطائر ده بتاعك؟ أيوة ده الطائر بتاعي، يبقى هقول له yes it is. yes it is. it هنا تعود على الطائر، علشان هنا that your bird، البرد ده غير عاقل فبياخد it. طب لو ما كانش بتاعي هقول له no it isn't. مع no بنحط not في الآخر، ما ننساش مع no بنحط not في الآخر. الأرنب ده بيقول لي what do you want؟ ماذا تريد؟ What do you want؟ انت عايز ايه؟ اقول له انا اريد اسم الحاجة دي، يعني انا يو دي بحولها لآي، يبقى اقول له I want a rabbit. المفروض ان انا لما يجي لي سؤال في يو اجي اجاوب احط I في اول الجملة ابدأ بيها، يبقى I want a rabbit، انا اريد ارنب. اخر سؤال Does he want a parrot؟ Does he want a parrot؟ يعني هل هو يريد باروت؟ أيوة ده باروت، ده بغبغان، يبقى أقول له yes he does. خلي بالنا بسألني بdoes he، بجيب he قبل does في الإجابة، أقول له yes he does. لو كانت no تقول له no he doesn't. doesn't مع no بنحط not. السؤال اللي بعده punctuation. ده punctuate the following، نضع علامات الترقيم. عندي جملة بدأ بسمول، طبعا احنا قلنا اول اسم، اول كلمة في الجملة لازم تبدأ بكابيتال، ولو عندي اسم شخص، لو عندي اسم لغة، لو عندي اسم بلد ابدأه كابيتال، واخر الجملة نحط فول ستوب، واخر السؤال نحط علامة استفهام. طب ده جملة ولا سؤال؟ ده طبعا جملة علشان بدأ بأماني. أماني likes English and Arabic. طبعا أماني الايه بتاعتها كابيتال، ولايكس ده فعل عادي، انجليش طبعا لازم تبدأ بكابيتال، وارابيك لازم تبدأ بكابيتال، واخر الجملة نحط ايه في الاخر؟ فول ستوب، علشان هنا دي جملة مش سؤال. شوفوا الاربع حاجات اللي انا غيرتهم، الايه بتاع اماني، وانجليش الاي بتاعت انجليش، وارابيك الايه بتاعت ارابيك، واخر الجملة نحط فول ستوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.